ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الأستاذة رحاب على اختياري ضمن برنامجها كاتب وكتاب. سأتحدث باستفاضة عن وهبة، هي تعاني من هوس حرف وترجمة للون. هي أنثى تتحدث وتتمرد على كل الموروثات في 76 نص نثري، تتنقل بين مشاعر مكبوتة وحواجز تغلفها لتصرخ معلنة عن فك قيودها. ليس خروجا عن الموروث أسميه، ولكنه الخروج من عنق الزجاجة. فالكتابة هي هروب إلى عالم دون قيود ودون عيوب ودون خطوط حمراء، يأخذنا إلى اللامعقول قبل المعقول. وفي سؤالك لمن تقرأين، أقرأ للقباني ومحمود درويش، ولكني متيمة أنطق حرف وأبجدية نزارية، فهذا موطني. تستهويني كتب الشعر المشوقة التي تعتمد على السهل الممتنع، وفيه من الجرأة المغلفة الكثير. عانيت الصعوبات كأي امرأة في مجتمعنا في البداية، عدم تقبل أن المرأة تكتب بجرأة. بفضل من الله وبفضل الأسرة الحاضنة ولفيف الأصدقاء من حولي وتشجيعهم لي، تمكنت من إخراج أسعد خبر لي حين أعلمت بقرار الفصح الإعلامي لتمرد ذاكرة. شخص أفتقده كثيرا في حياتي، كان له الفضل الكبير فيما أنا عليه الآن، أمي. أطمح من خلال الفن التشكيلي إلى تجسيد الخيال بواقع اللون. أنتمي لكل المدارس الفنية، أنهل منها ما يستهويني وينمي التغذية البصرية. غايتي في الفن التشكيلي حتى يأتي الإلهام، حين أشعر بصفاء نفسي وروحي في الفترة الصباحية. الفنان المفضل لدي وأعشق كلماته وأسلوبه كاظم الساهر. أقصد لحظات في حياتي فقدان أمي رحمها الله، ولكني تعلمت منها معنى الصبر والاحتمال. في سؤالك عن الفراغ، لا أجد فراغا حقيقيا، فحياتي ممتلئة بعمل بعملي وفني وحرفي وأصدقائي وأسرتي. صفتي في الحياة: اعمل دائما ولا تنظر خلفك، فكل عقبة درس تمنحك القوة، وليكن الحب شعارك. أكثر ما يثير أعصابي هي عندما يتوقف الإنسان عن تنمية ذاته بسبب عائق أو ظرف. أكثر شيء أحبه في وهبة جرأتها وإصرارها، وأكره تلقائيتها الزائدة أحيانا. كفنانين تأثرت بهم وبإصرارهم وكفاحهم الفني كالأستاذ محمد العبلان والأستاذ صالح النقيدان. ما أطمح له هو تجسيد كتاباتي في لوني وإحيائه وإيصال الكلمة بجرأة مغلفة بأناقة. قالت له: أي سر تحويه الكفوف، أي حرف تكتبه الأنامل المرتجفة، أي سر تحويه الكفوف، أي حرف تكتبه الأنامل المرتجفة، يا حكاية سر حكاية سرها بين الرفوف، احتوت صفحاتها سفن الهوى والأشرعة والرواية. في نهاية هذه الخلوة الشيقة مع تمرد ذاكرة، أتوجه بالشكر للأستاذة رحاب سعد على إتاحة هذه الفرصة لي.
وحديث من القلب إلى القلب. أحبتكم وهبة العطار.